الدقائق القادمة أيها الأعزاء يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو المخصص لهذا النقل الأستاذ فهد بن إبراهيم أضبيعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرائد. وعبد الله أهلا وسهلا بك، شكرا لحسن تعاونكم معنا في القناة الرياضية لنقل التدريبات، مرحبا بك. 26 نقطة لأول مرة في تاريخ نادي الرائد ضمن لعبة في أندية الدرجة الممتازة تكون هذه النقاط موجودة، مؤكد أنها تعني لكم شيء. ما في شك، أولا أمسي عليكم وأرحب فيكم في نفس الوقت في نادي الرائد، وبالبداية أقدم أسمى آيات الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين على هذه الوقفة وعلى هذه المكرمة الملكية للأندية الرياضية بصفة خاصة وللشعب السعودي بصفة عامة. وكما عودنا أنه أبو للجميع، وإن شاء الله نكون ذخر له إن شاء الله. حتى من الحقيقة إبراز المحبة للقيادة هي كلمات صاحب السمو الملك الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هنيئا للملك بهذا الشعب وهنيئا للشعب هذا الملك، وهي موجودة في لوحة كبيرة الحقيقة في ملاعب نادي الرائد، إظهار لهذه المحبة التي هي في دواخلنا جميعا. نعم، هذه تثلج صدور كل الشعب السعودي، والرائدين إن شاء الله هذول موجود في صدورهم إن شاء الله. ممتاز. أبو عبد الله، المركز السابع بلا شك نعتقد أنه يحقق جزء من الطموحات، ليست كل الطموحات، مؤكد الطموحات دائما هي في القمة، والرائد من أندية القمة. راضون عن 26 نقطة التي تحققت حتى الآن؟ بكل أمانة ليسنا راضون عن هذا، لأن ترتيب الرائد أعتقد من الأربعة الكبار، هذا طموحنا كان في السابق حتى الآن وما زال، ولكن مثل ظروف وحصلت للفريق من إصابات من توقف، فإن شاء الله عقدنا العزم على الست المباريات القادمة إن شاء الله أن ندخل من ضمنها إن شاء الله، نقول ما نكون طماعين عاد نقول أربعة الكبار إن شاء الله، من ضمن الثمانية وهذا اللي نبحث عنه إن شاء الله. إن كان الحال جيدا في الفريق الأول فربما المتابع لنادي رائد ومحب نادي رائد يرى أن الفريق الأولمبي ليس نتائجه في المدى المأمول، هل هو قل اهتمام من الإدارة أم ماذا؟ بدأ الفريق بداية طيبة، الآن في المركز الحادي عشر، قبل يومين تلقى 6 أهداف من نادي الشباب، ماذا عن الفريق الأولمبي أبو عبد الله؟ طبعا الفريق الأولمبي الحمد لله يعني قاعد يمشي بالمسار اللي احنا طبعا عايزينه، يعني لا السبب ليش؟ لأن فيه كل تقريبا مباراة مباراتين نطلع 3 إلى 4 لاعبين مع الفريق الأول، والمدرب ما له إلا تقريبا شهرين، والحمد لله قاعدين يعدون لنا من 4 إلى 3 لاعبين يدخلون من ضمن الفريق الأول. ليس طموحنا بطولة، بل طموحنا إعداد فريق يعمل على خدمة الفريق الأول إن شاء الله. والآن يعني موجود الحين بالفريق ما يقارب من 5 لاعبين يلعبون يمثلون الفريق الأساسي. ممتاز. أيضا في فريق القطعة السنية عموما، 6 سنوات نادي رائد لم يحقق بطولة المنطقة، وحتى المتابع ربما لشأن الرائدي يجد أن الفريق الأول لم يغذى بالحقيقة أي من اللاعبين المحليين، هي استقطابات المحليين في مدينة بريدة هنا أقصد، يتم استقطابهم من أنحاء المملكة ونحن أسرة واحدة المملكة، لكن القصد أن لا يخرج أحد من الفئات السنية إلى 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 الفريق الأولمبي ومن ثم إلى الفريق الأول. أنا بقول لك يعني صراحة إحنا أولا لا نملك منشأة، والقطعة السنية الحمد لله قاعدة تعمل بعملية تدرجية. أنا طبعا إن شاء الله السنوات القادمة سيكون في عندنا فريق ناشئين وشباب، الآن يعني الوقت الحالي إحنا جالسين بالنسبة للناشئين والشباب أخذنا بطولة المجموعة بالناشئين والشباب، والحمد لله الفريق قاعد يعد لنا، الفريق الشباب الحين موجود فيه فريق من الناشئين، الفريق الأولمبي فيه موجودين من الشباب من 7 إلى 6 لاعبين، أعتقد مسار الصحيح، ولكن عملية تدرجية. السنوات القادمة تبي تشوفون أغلب الفريق اللي شارك بالفريق الأول كله أغلبه إن شاء الله من الشباب، بالإضافة للاعبين الأجانب. كونك نائب لرئيس مجلس الإدارة وإقامتك هنا في مدينة بريدة، أعلم أن إقامة الأستاذ فهد محمد مطوع رئيس المجلس في مدينة الرياض، أنا أعلم أنه قريب جدا من النادي والحقيقة وجهده طيب ومقدر، ليس تزلفا ولكن للحقيقة لما أنا نقول ذلك، لكن في الجانب الآخر أيضا تعتقد أن كون إقامة الأستاذ فهد في مدينة الرياض توجب نوع من التنسيق بينك وبين كيف يتم ذلك؟ على اتصال أبو بندر، على اتصال دائما كل يوم، بل نقول كل ساعة على اتصال، متابعة الفريق حتى بين التمارين، متابع للتمارين صراحة الرجل وقفته معنا وقفة صادقة، متابع لكل صغيرة وكبيرة بالفريق، حتى لا أنسى اللي أنا أشكر برضه وقفة أعضاء شرف النادي
والجماهير ومحبي النادي واقفين معنا طول الموسم سواء داخل بريدة أو خارج بريدة. زخم مالي يعيشها ما شاء الله نادي الرائد هذا العام بدعم الأستاذ فهد مطوع وبعض الشرفيين الرائديين. هذا العام المادة ليست إشكالا لنادي الرائد. بكل أمانة في إشكالية طبعا الرجل عادية. نعم الرجل قاعد يدفع يعني وقت ومال وجهد يعني دفع ما مش أقول لك يعني أشياء كثيرة صراحة بسبيل طبعا إيجاد فريق رائد تحدي ينافس فرق الكبار. فالحمد لله يعني الوقت الحالي احنا فعلا فهد المطوع الرجل قاعد يوجد راعي رسمي للنادي للموسم القادم إن شاء الله لأن نعاني من المادة. أنا أقول لكل الرجل حتى لو جلس السنة هذه والسنة اللي بعدها حيظل النادي يعاني. ألا تعتقد أن القرار الكريم بدعم أندية المنتز كل نادي 10 ملايين ربما يزيح بعض الهموم عن إدارات الأندية وبالتحديد نتحدث هنا عن نادي الرائد؟ نعم أزاح الكثير والحمد لله. هذه بالعكس الأندية الرياضية والشعب السعودي برضه المكرمة وإن شاء الله نعده إن شاء الله بال أن نكون إن شاء الله رجال متطوعين لإيجاد مواهب ونسق المواهب للأندية إن شاء الله ولمستقبل الكرة السعودية. أبو عبد الله الرائد يمكن من الأندية القليلة التي يلعب بثلاثة محترفين يعني هذا نعم. بعد فترة التسجيل الثانية نعم. لماذا ذلك؟ مع الإشارة إلى أن الكابتن إصابة الكابتن حاتم عقل نعم. كانت فترة أسابيع ومن الممكن أن يعود من جديد للنادي. تعاقد النادي مع اللاعب العماني الشقيق خليفة عائل ولكن اللاعب وجد بإصابة ويؤهلها النادي الآن كما سمعنا سيدخل التدريبات اللياقية يوم الخميس القادم. ألا تعتقد أنه كان من الواجب الإبقاء على حاتم وانتظار شفائه بدلا من جلب لاعب ربما الحالة الصحية له غير معلومة لإدارة النادي؟ ما هي وجهة نظركم في الإدارة حيال ذلك؟ ربما الذي وصلك المعلومة ربما أنها غير صحيحة. السبب ليش؟ عندنا أولا نملك لاعبين أجانب على مستوى عالي صلاح الدين جواد إقدار تشارلز حاتم عقل بالإضافة لحاتم عقل. حاتم عقل المسكين جاله إصابة حاتم عقل وحسب التشخيص اللي جانا أنه لا يمكن يعني احتمال نسبة إلى 80% 90% لن يشارك. هذا اللي استدعانا إيش إلى جلب خليفة عائل ولكن كان هنالك قبل العقد كان في شرط لوكيل الأعمال أنه لا بد الكشف الطبي. اتضح بعد الكشف الطبي أنه يعاني من إصابة. بعد الإصابة طلب وكيل الأعمال أنه يبقي على إيش طبعا أمور مادية النادي ليس له دخل فيها. فجاء وأهل اللاعب طبعا سوى له عملية وجلس بالتأهيل. مش خليفة عائل هالحين ما زال إحنا مش بيتصل به ولكن الرجل نطمن على صحته. لكن حاتم عقل يبغى له أكثر صلاح خليفة عائل يبغى له من تقريبا شهرين 3 شهور إلى نهاية الموسم احتمال لن يكون في أجندة الرائد فيما تبقى. لا لن يكون. ممتاز. يعني ذلك أنكم ستلعبون منقوصين لاعبا كان بالإمكان اختياره لاعب غير سعودي. إيه طبعا احنا ظروف الفريق واحنا هذه الإصابات اللي داهمت الفريق حتى اللاعبين الأجانب برضو نفس الشيء يعني وله بتبرير الجماهير العزيزة أو أعضاء شناف النادي أو محبين النادي ولكن هذا اللي حصل بالنسبة للفريق. هذه لخبطة الفريق صحيح والله الفريق كان يسري بمسار الصحيح وكان يبرز يعني مستويات ويقدم مستويات وكنا نكسب ولكن ظروف الفريق لكن إن شاء الله نعدم نكون من فرق المقدمة إن شاء الله. ممتاز. هذه الروح والألفة نحن نسمع الآن ممازحات اللاعبين في الحقيقة حركات الإحماء وتنقل الكرة قبل بدء الميران هي ما تلمسونه في نادي الرائد من حيث التواصل بين اللاعبين الحمد لله هذا اللي شايفينه احنا بالنادي من اول معسكر تكفل فيه رئيس النادي بالبرازيل مدته 3 أسابيع وبعد بين الدور الاول والثاني في مصر بالاسماعيليه مده 20 يوم كله موجود الالفه والروح شوف بالروح اللاعبين وحتى بالتمارين بالمباريات الحمد لله وهذا ما يميز نادي الرائد. ممتاز. ابقى في مساله الاصابات طبعا هي بمشيئة الله اولا واخيرا. المباراة الاخيرة للرائد امام الحزم اصيب بندر القرني التشخيص المبدئي انها في الرباط المتصالب في ركبة اللاعب يتوقع ان لا يستفيد النادي من خدماته بحكم الاصابة فيما تبقى من الموسم وقع معه النادي عامين قبل ايام. ماذا عن هذا العقد
التوقيع من عدمه، وسبعة أشهر اللي متوقع أن يغيب فيها اللاعب، ماذا سيكون حال اللاعب معكم وحال النادي معه؟ أولا بالنسبة لبندر، بندر ولد النادي صراحة، والولد يعني لاعب كبير صراحة. بداية الموسم لحد إصابته بندر قاعد يقدم مستويات كبيرة، وقدره المسكين أنه جاله إصابة، يظل بندر ولد النادي ولن نفرط في بندر. ممتاز. الرائد له سنتين تقريبا يعاني أبو عبد الله من مشكلة الهداف، ليس تقليلا من موسى واللاعبين الموجودين جواد وكذا، لكن بالفعل الهداف الصريح الذي ينهي مجهود الفريق، يصل ويتعب حتى يصل إلى المرمى، لا تتوج الجهود. لماذا لم يتم استقطاب هدافا بارزا؟ احنا حظوظنا بالنسبة للمهاجمين أحيانا، ولكن ترى موسى فيه الخير والبركة، وموسى قاعد يقدم مستويات كبيرة، وموسى إن شاء الله عمر اللاعب 24 سنة، موسى نظر القدام موسى. وبالنسبة للتكتيك المدربين أحيانا يحتم على موسى أنه مثلا يترجع للخلف، لكن يظهر أنه هداف صريح، والكل ترى يراهن على موسى. ممتاز. الحقيقة من يعني يتابع بأمانة النادي، يعني أوضاع في داخل النادي الرائد، كما شرنا منشأة خاصة ليست منشأة رسمية، لكن يجد الكثير الحقيقة للأمانة والله من التنظيم، التنظيم جيد، من مقر إدارها الجديد، التنظيم الداخلي حتى في الأمور المالية، الأمور المحاسبية، التنظيم الإداري للإنصاف إن نقول ذلك. هل حدثتنا عن هذا العمل أبو عبد الله؟ صراحة العمل اللي قايمين فيه رئيس النادي يشكر عليها، الرجل يعني على اتصال بي بأي صغير وكبير، أي تقصير يحصل بالفريق بالإدارة في أي شكل من الأشكال، لم يتردد أبو بندر بالوقفة مع النادي، أشكره من الأعماق. أشكرك جزيلا أستاذ فهد بن إبراهيم أضبيعي، نائب رئيس إدارة نادي الرائد، في الجزء الأول من هذا الحوار في الاستديو.